أهلا بحضراتكم في موجز الأهم الأخبار. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي إن اعتراض صاروخ أسفر عن تناثر شظاياه على الأحياء السكنية، ما تسبب بنشوب حريق في إحدى المزارع دون إلحاق أي إصابات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والباليستية دون تقديم أي تنازلات، وقال ترامب في تغريدة له على تويتر إن الولايات المتحدة لم تتخلى عن أي من مطالبها مقابل وقف كوريا الشمالية لتجاربها النووية، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات فيما يتعلق بالمفاوضات مع بيونغ يانغ واردة. قلل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إمكانية التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة المقبلة. وحذر غوتيريش في كلمة له خلال ندوة تثقيفية بجامعة أوبسالا السويدية من مخاطر تصاعد التوتر بين القوى العظمى، مشيرا إلى أن العالم يشهد ميلادا جديدا للحرب الباردة، ولا بد من وضع آليات لمنع نشوب حرب نووية. شكرا لطيب المتابعة، لنا لقاء.